مرحبا. تبين أن أعداد النحل عم تتراجع بالعالم بسبب بعض الأمراض والحشرات وبشكل خاص سوسة الفروة، وهالشي رح يسبب خلل بيئي بيؤدي لكوارث، لأنه دور النحل أساسي لعملية تلقيح النباتات واستمرار الحياة. الطقس بلبنان رح يكون غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة مع عواصف رعدية بالمناطق الجبلية والداخلية. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح إلى شمال لبنان وتحديداً إلى عكار حيث عم بتسجل 25، مننتقل إلى طرابلس 27، جبال 28، برمانة 26، صيدا 28، صور 27، بنت جبال 25، النبطية 25، رشية 25، زحلة 27، بعلبك 23، والهرمل 29. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و80% حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة 26 أقصاها خلال نهار 29، الأربعة بتتراوح بين 25 و29، والخميس بين 24 و29 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنروح سوا إلى القدس 25، الرياض 28، الكويت 34، ننتقل إلى الرباط 21، الجزائر 21، تونس 23، روما 19، أثينا 23، ومدريد 16. وهيدا كان كل شيء. باي.